السلام عليكم كحبك تمشي مع الفيديو لحدك ما تحس بالراحة جاي الفيديو عاوزنا مشترك في القناة نصل إلى 1000 مشترك واضغط لايك نصل إلى أكبر عدد من المشتركين ويلا نبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو بأول مشهد للوبر بيكون على التيشيرتات بتاع جاب آلة بتشيل كله مرة واحدة بدل منك تعمل بيديك بيديك لا حط اعمل بالآلة وتشيل كله مرة واحدة. دي تلج شنطة تلج التلج لمدها بتحط لها بتكسر التلج من على الشنطة الجلد بيكون على المكنة كده على المكنة النارية دي بتقطع اللحمة فرامة بتقطع اللحمة بتلاقيها لحد موت وسنين بتقطع كل حاجة. دي بيلعب تنس عمل كورتين شال الغطا اللي فوق أو بيعمل غطا تاني واو واو. دي بيكون على الحمام الحواف بيكون الحفل على الجانب حتة البارزة بيحط فيها عشان تدي منظر حلو ومفيش حاجة ايه تتكون ناحيتها. دي بتشيل شكاير اسمنت شكاير عمال تحت البناء شكاير البناء ديت فعمل شكاير البناء وعمال ترسها آلة بترسها مش انسان لا الحطمة مادة عندي نيكل عامل زي مفتاح بص مفتاح كده زي حاجة بالظبط دي بتاع بتكف فيها دي قلنا نحطها فين أول نحطها عشان أول ما يبص بتاعة الفاكهة يروح كاربها ايه في البتاع دي أول ما يبص يروح كاربها على طول. دي وداعة يسيح بتاع عشان يسيحها ليه جواها. دي بتشيل البيض بتشيل البيض من الكراتين تحطه على الآلة على السير اللي ماشي بص بتشيل الكراتين بتشيل وكده بص بتشيل الكارتين وتحط بتشيل وتحط بيرمي شبكة شبكة من الدين شوف في الدين تحس كده صغيرة بعد كده ما يرميها بتكون كبيرة عاملة ازاي. دي بينفخ وينفخها دي بينفخ الدمية وبقعد ينفخ بص ينفخها ازاي واو بص هتكبر هتكبر اهي الكبر الجدين واو مرة اهي مرة حلوة عامل ازاي عمال ينفخ ويعمل. دي كوتشينة دي كوتشينة عامل ازاي العاب الخفة شوف عامل ازاي هيحط بص هيحط كل هيلبي الزبدية هيلبي الزبدية دي عاملها على حرف الاس كوتشينة حرف الاس واو عامل ازاي لفت لواحد ازاي دي بتفرم تحط اللي بتاع قدامها وتروح زنجة ممكن تفقص تفرم أي حاجة بتنجان تفرم أي حاجة اللي بيعمل ديكور في الحيطة أو بيعمل ديكور عامل زي كأنه طوب طوب حجاري بص عامل ازاي واو شكل مدي ايه شكل مرة روعة برضه شكل حلو بص عامل ازاي واو دي بتلعب برضه تنس واو دي بتلعب ازاي لفت وبعد كده راح تاني راح تخش على طول. دي جيلاتي تعمل جيلاتي واو شوف جيلاتي بص حط من كل نوع من كل نوع شد مجدين بقى مين هياخد ده كله قد مش عارف مين هياخد ده كله واو دي بتعمل السلسلة السلسلة بيعملوها ازاي شوف مادة حارة دي بتعمل بتعمل ديكور في الخشب وبتاع بص بتعمل شكل في الخشب بص بعد كده تعمل شكل دلوقتي بص تنزل درجات درجات بعد كده تعمل شكل ما بتكب هنا من هنا هات الكب هنا هات الكف وش واو دي بيقطع البطيخ بتاع بسرعة عيني بص من غير ما يبص كمان بقى مثلا ايه راح قاطع عينين عامل الشيل فيه بق شوف براك دي بيمسح الأرضية بيمسحها دي في شرخ في الأرض دي في شرخ فيها دي بص عشان ايه ولا كان في شرخ ولا كان في اي حاجة دي مادة بتاعت الارضيات الطرق الاسفلت دي بحط ورق على الكراتين زي بالظبط ايه ما تطلب حاجة بيكون في كارت ورقة على الكرتون على طول العنوان عنوان البيت والرقم وكل حاجة بيعمل ايه ده بيعمل اسمنت بيعمل بتاع الاسمنت مش عارف يعمل ايه بالاسمنت مش
شايفين دي حد برضو قاعد بيشوفها وكده. بيعمل ديكور الأسمنت، اللي بيعمل تمرين رياضي، شوفوا التمرين عامل ازاي. واو يا سلام، شوف دلوقتي بيعمل بيد واحدة، بيد واحدة دي بيقطع الرمانة يشيلها، بيقطع الجلد اللي عليها، بص عمال يشيلها عشان تتجدد باقي المطاعم، عمال يشيل قشرها. واو بجد بقى المطاعم بقى تلاقي المطاعم الغالية والمطاعم ديت، هو عمال يقطعها. وما نجيب يعني حتة عامل بتاكل بالشوكة وبيمشي الهوم النارية، الهوم النارية. وبيخص بزنس الاشتراك، نصل إلى 1000 مشترك والسلام عليكم.